أهداف مباراة قطر والإكوادور التي تجمع المنتخبين في مباراة افتتاح كأس العالم 22 على استاد البيت بالدوحة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. سجل منتخب الإكوادور الهدف الأول في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر 22 خلال المباراة التي تجمعه بنظيره في افتتاح المونديال، وجاء المهاجم فينيسيا الهدف الأول في تلك النسخة في الدقيقة 16 من المباراة التي تجمع الفريقين في افتتاح المونديال، وذلك بعدما ألغى له هدف في الدقيقة 3 بسبب التسلل. وفي الدقيقة 31 عاد المهاجم المخضرم فينيسيا ليحرز ثاني أهداف منتخب بلاده أمام قطر عن طريق رأسية مميزة. وبدأ حفل افتتاح كأس العالم 22 قبل المباراة بفقرة فنية تدل على الخيمة العربية القديمة والأجواء العربية، قبل وجود الممثل الأمريكي مورغان فريمان في أول الفقرات بجانب ظهور غانم المفتاح. وظهرت الرقصات العربية الشهيرة في حفل افتتاح كأس العالم 22، وأبرزها رقصة العرضة القطرية، ثم عرض أغنية تضم أسماء جميع المنتخبات المشاركة في فقرة فنية تعرض أعلام جميع المنتخبات. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.